اعمال بقى صراحه. لا يعني انا انطلاقه لان انا اتكبت كتير صراحه. بص انا ان شاء الله الفتره اللي جايه انا عملت طبعا مغناطيس و سؤال عالي مو يعني هو بس ايه اعمالك هاي عالي. اعمالي اللي جايه ان شاء الله في اغنيه دراما الفتره اللي جايه يعني بنشتغل عليها والله يعني باسرع وقت ممكن لانه دراما مش عايزه تحصل نفس الخطا بتاع مغناطيس. انا مغناطيس كانت نازله المفروض في الصيف لانها اغنيه فيها بهجه وشقاوه وتنطيط الناس ما فهمتش اللي هو احنا في ايه وانت في ايه اللي بتقوليه ده يعني كان في تعجب انه التوقيت كان غريب في بدايه الشتاء وانا بغني مغناطيس بيشدني مالك. فهنحاول ان احنا يعني بنشتغل على الموضوع. هي اغنيه كلمات تامر حسين والحان وتوزيع اسلام زكي دي ان شاء الله من النكد اللي قلبكم يحبه وان شاء الله يعني ان شاء الله انا متفائله بيها خير. اغنيه حلوه الحمد لله وفي حاجات كتير يعني في حاجات على التوالي يعني كمان اغاني تانية بس لسه شغالين عليها يعني عمري ما يأس. وان شاء الله في مشاريع سينما بس لسه انا يعني في ورق شغاله عليه اوريدي بقاله فتره طويله وفي مشروع تاني بس انا مش حابه اقول تفاصيله لانه لسه يعني مش عارفه ايه اللي هدخله الاول بس في سينما ان شاء الله لانه السينما بعد خطه جيمي فرقت معايا كتير ودخلتني للبيت العيله والبيت كله حبني وتعلق بيا والحمد لله دي من الحاجات اللي خلتني استمرت لحد دلوقتي رغم اختفائي يعني. فان شاء الله في سينما كمان. والله لا ما هي مغناطيس اغنيه بتفرح بس ان ما اعرفش انا بحس انه الناس هي اللي بتحب النكد مش انا تحديدا يا جماعه عشان